شبكة الإنترنت العالمية هذه، والتي تحمل أكثر من 95% من البيانات الدولية، أصبحت هدفاً رئيسياً في صراع القوى الكبرى، إذ تسعى كل من إيران وروسيا والصين على وجه الخصوص إلى تعزيز سيطرتها على هذه البنية التحتية الحساسة واستغلالها لتحقيق أهداف مختلفة، ولا سيما ضد الولايات المتحدة الأمريكية. شبكات مرتبطة بهذه الدول استهدفت الناخبين الأمريكيين من خلال حسابات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في انتخابات عام 2024. الصين ركزت جهودها في مجال التضليل بشكل أساسي على سباقات الاقتراع، أما روسيا فأمعنت في نشر معلومات مضللة عن الانتخابات واستهداف شخصيات عسكرية واستخباراتية أمريكية سابقة. إيران من جهتها اخترقت حملة ترامب سعياً لاستغلال المعلومات ضد الديمقراطيين. هذه العمليات، وبحسب تحليل مايكروسوفت للتهديدات الإلكترونية، تتم عبر استخدام تكتيكات مثل القرصنة والبرامج الضارة. ومن يوليو 2023 إلى يونيو 2024 سجلت مايكروسوفت أكثر من 600 مليون حادث إلكتروني. تستثمر كل من روسيا والصين مبالغ ضخمة في تطوير قدراتها العنكبوتية والتكنولوجية لتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات سرية، بينما الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يجد نفسه في سباق محموم لحماية شبكاته الخاصة، لتصبح شبكات الإنترنت درعاً أساسية في الصراعات التجسسية. فهل ستتمكن أمريكا من التصدي لهذا التهديد قبل أن يخرج عن السيطرة؟ نور توق، العربية.